اول وقلت لكم انت قلت لكم انه ما حدا صدق بس انت ما قلت هيك شوف على لمة انا سوالف شرط انه بلا الامر بحدا حدا علموا على كلام لوين رايحين هدول النسوان على ويل الانترنت وعشنا وشفنا ملا زمن شو في يا حسن؟ ايه؟ عمر؟ عمر بده يقعد عندكم شوي. ايه؟ عمر؟ شكلك تعبان حبيبي. خالتي مزاجه معكر، بده يضل كم يوم بالضيعة. يلا عمر، تعال خلينا نفوت لجوا. خالي هاجر أنت خليكي هون، أنا بفوته على البيت. بتنم لك شوي وبعدين بنروح على القهوة. ماشي؟ ارتاح هلا، يلا. لك شو عم تعملوا هون؟ قولولي كل شي بتتمناه هون يا آغا بيتحقق بسرعة. لك الحكي مو صحيح. نسيان شو كتب المرحوم على الانترنت؟ لك انت مجنونة شي؟ مو طلع مصطفى اللي عم يكتبها؟ ما قدامكم اكل قتلة بالقهوة؟ لا يا آغا، بعد ما مسكتوه لمصطفى ضلت تجي الرسائل من يوم يومك ما بتحبه لعيب، لهيك بدك تنزعله سمعته. مجانين؟ لك أصلا انتوا وين كنتوا وقت اللي الله وزع العقول؟ يقطع عمركم، ما تضلوا جهال. رح خبر الشيخ مشان يجي لهون وهو يفرشكم شغلكم. وليه؟ قولي لي شو اللي تمنيتيه وتحقق؟ هاتي لشوف، قولي لي. احكي. أكيد شغلة رسيلة مثلكم، السؤال أرسل من بعضهم البعض. سمعوا، أنا قررت رايح جيب البنت، ورجب إذا كان بده إياها بيجي بياخدها من بيت أخوها. الكلمة كلمتك، بس إذا إجت ما حدا بياخدها بتضل هون هذا بيتها. أنا ما برضى أي حدا يقول إنه رميت أختي مثل البلع على العالم. خريجة حضري لي حالك، رايحة معي كمان. وأنا كمان بدي بلش جاهز لك شنطتك من هلا. عمي صارت معه شغلات كتير بشعة. بالأول صار يشوف منامات ورا بعضها. وشو كان يشوف بمنامه؟ قال إنه عم يقتل فاطمة. أستغفر الله. والأسوأ من هيك، حاول يقتلها عن جد بالليل. تفضل. جواهر. شو هاد؟ منين جايبتيهم هدول؟ هدول تعويض المحل تبعي اللي حرقوه دفعوها. رح اشرح لك. مالك آغا جبرهم يدفعوا مصاري جزات الشي اللي ساووه مع بشيرة، وقطع هدول تعويض إلي مشان المحل. شفت؟ سبحان الله، بيسكر بابه وبيفتح بداله 10. بس كيف أخذ مصاري الجماعة؟ كيف أخذها يعني؟ بكون ترجاهم طبعاً، بيكون قال لهم عيب عليكم.
والجماعة بيكونوا ندموا وخجلوا قالوا له كل مالنا وأملاكنا حلال عليك. يعني رح تاخدي هالمصاري هاي؟ الجماعة حرقولي المحل يا دكتور، المحل اللي عملته بطلوع الروح واللي قاتلت أقرب الناس إلي كرماله. مالك أغا صار هلا عم يحميكي؟ زلمة بيحترمني، بعدين المحل إله أصلاً. هلا أنا بصلحه بجزء من هدول المصاري وبضب الباقي معي. إيه، وليش عمل هيك؟ ليش بده يعمل هيك يعني غير مشان يساعدني؟ بعدين شو هالتحقيق؟ أنا جاية لأسألك شو لازم أعمل فيهم، حطهم بالبنك ولا شو ساوي وأنت عم تحقق معي؟ بعتذر ما كان لازم إجي. جواهر خلص باخدك على البنك، أمري لله. حطيهم وديعة وقت ما بلزمك سحبيهم. جماعة الزلمة وضعه صعب وكتير تعبان، اتركوه لينسى ويهدى شوي. والله إذا عمل شي للمرأة ليموت من القهر. تعرف ليش صارت هالبلاوي؟ هاي جواهر عم تنق عليه لحتى يترك مرته وتاخد راحتها، وهو ما عم يسخى بفاطمة لأنه حامل. ليك الولد ضايع هلأ، بس سلالة غلطانة انتي، نحن سبب كل هالشي. لا تلومي حدا غيرنا. أنا كتير تأخرت على البيت يا خالي ولازم روح. زينب بتكون قلقانة. شو وينه؟ مو هون. طلعوا يعني؟ طلعوا يتفتلوا من الصبح. يا حبيبي رح يقضيها بالشوارع. لك لسه ما له يومين متحسن الولد. ايه عرسان بعتت لأخوها، لازم نوقف هالشغلة. ايه ليش؟ البنت منيحة والله، عاقلة وراكزة. وما لقيت غير ابني الوحيد؟ فكرك عاجبته هو بده يعمل بطولة ولا ليش لا ياخد أرملة؟ لا روح طلك لقمة وكاسة شاي، الظاهر عصبيتك زايدة كتير. العام على هالكم يوم قدام البنت ما فينا نحكي، ورجب عم يجاكرني منين ما بدي عصيب. شو ها؟ ما اجيت أبكر لأمن إنه عمر راح الضيعة. والله زعلت كتير على أخ عمر، الله يشفيه يا رب. تسلم. طيب والمحل ناوية تاخديه معلمتي؟ رضوان قالنا على أساس ناخد المحل ونشغله لصالحنا، بس مع هيك نحنا لازم ننتبه وناخد احتياطاتنا. أعطانا المحل ببلاش اليوم، بس بكرة بلكي غير رأيه. يعني القصد مندفع أجار لحتى كل واحد يعرف حدوده. إيه هيك أحسن، نعمل تقدير للإجرة ومندفع له. يعني كان بده يعطيكم إياه ببلاش؟ الدكتور ابن اسطنبول لهيك بيتفاجأ بهيك شغلات. ايه بلاش، قال شغلوه انتو احسن ما يضل هيك. خاله ما عنده اولاد وعلى كل حال رح يبيعوه، فقال شغلوه انتو بيكون احسن. 50,000 اجرة منيحة وزيادة عليه. ايه حكيك مزبوط مندفعها. شو رأيك دكتور، مناسبة؟ مناسبة؟ كتير منيح، بس المحل بيستاهل اكتر من هيك، مو ناقصه شي. ليش ال50,000 قليلة؟ لسه في مصروف الجراسين والطباخين والشغيلة. يه شو الهومة هاي؟ نحنا من قدي. ولك ما هيك متعودين العالم بالمطاعم، وشو رح يسوى لنا مكسب إذا دفعنا كل هالشي؟ الأخذ صار عنده أملاك وصارت بدها تحسبها. مو قصدي، بس يعني هذا إسراف، خلينا لحالنا أحسن. طب بلكي ما حدا أكل من يلي رح نطبخه. لا ولو اللي بده يدوق من طبخ إيدي وما يعجبه لسه ما ولد لهلا.